تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من برلين الخبير الامني والعسكري محمد فوزي اللامي. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. سيد محمد، يعني مقتل شخصين واصابه 12 بانفجار سياره ملغمه في تل عفر، تنظيم الدوله يعلن مسؤوليته عن الحادثه. الم تعلن حكومه العبادي عن هزيمه تنظيم الدوله؟ تحيه طيبه لك سيدي والمشاهدين الكرام. اهلا بكم. يعني اصبح واضحا سيدي بانه الدرس الصعب جدا الذي تلقاه العراقيون نتيجة للأخطاء هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب لم يأتي بثماره، ولم تتعلم هذه الحكومة وهذه الأحزاب أن تدرك هذه الأخطاء وأن تصححها، بل نحن اليوم نعيش نفس الأخطاء في مضاعفة جدا الأخطاء هنالك المحاصصة الطائفية على المستوى السياسي ما زالت موجودة وتكرست المحاصصة السياسة الأمنية الطائفية تجاه المواطن في تلك المحافظات اليوم تكرست واليوم تضاعفت بوجود ميليشيات الحشد الشعبي. إذن الأسباب التي تسببت في ظهور تنظيم الدولة عام 2014 وسيطرته على ثلث مساحة العراق هي لم تتغير، بالعكس اليوم هنالك أجواء جديدة تهيئ لإعادة هذا التنظيم وحتى تنظيمات أخرى ولخلل أمني كبير. الجميع يتوقع اليوم، لا نتفائل بوجود أي استقرار أمني في ظل هذه الحكومة الغير مستقرة، عملية سياسية غير مستقرة حقيقة أثرت على المجتمع العراقي بأجمعه. فبالتأكيد هذه العملية السياسية هي بيئة منتجة للإرهاب ومنتجة للأزمات. نعم، هل تعتقد أن تنظيم الدولة يعني يعتبر فزاعة تستخدم من قبل الحكومة من أجل تمرير سياسات معينة أو سياسات القمع التي تنتهج ضد العراقيين؟ يعني سيدي هذا السؤال فيه محورين، المحور الأول بالتأكيد طبعا منذ فترة طويلة قبل تنظيم الدولة كان هنالك تنظيم القاعدة، وقبل تنظيم القاعدة كانت هنالك أسباب أخرى، تعددت أسباب هذه الحكومة من أجل اضطهاد المواطنين وفي المناطق ما شمال بغداد وصولا إلى إقليم كردستان من أجل اضطهادهم واعتقالهم وحقيقة الضغط عليهم قدر الإمكان. فتنظيم الدولة وحجة تنظيم الدولة هي ليست بجديدة. على الطرف الآخر نحن لا، فعلا هنالك حركات لتنظيم الدولة وهنالك تحرك تنظيم الدولة اليوم انتقل من السيطرة على الأراضي، انتقل إلى الشكل الأول له وهو ما يسمى بالعرف العسكري بالذئاب المنفردة، وهي المجاميع التي تضرب وتختفي وتهرب وتنفذ عمليات. هذه كانت بدايات تنظيم الدولة حقيقة، وحتى التنظيم اليوم في بعض المراحل انتقل إلى المرحلة الثانية في تنفيذ عمليات قليلا أكبر، ولكن ما زلنا لا نرى هنالك من هذه الحكومة أي إمكانية لحلول حقيقية، أي جهد استخباري، لا يوجد أي قوات أمنية حقيقة قادرة على أن تقوم تنهض بالواقع الأمني، لا يوجد، بالعكس ما التركيز عليه هو الطائفية واستهداف هذه المناطق وأهلها. عندما تتحدث مفوضية حقوق الإنسان يعني عن تسلمها 6000 شكوى، يعني 6000 شكوى لإخفاء قسري في العراق خلال عام 2018، إذا كانت الميليشيات متهمة بهذه الجرائم، إذن أين الحكومة في عمليات الخطف التي تقوم بها الميليشيات وبهذه الكثرة؟ 6000 معتقل أو 6000 مخفي قسرا، يعني أرقام ليست بسهلة. سيدي أنا أتوقع بهذا الرقم أن هذا الرقم تستطيع أن تضاعفه في 3 أضعاف هؤلاء الذين، هذا ما اعترف من قبل المنظمات الدولية فقط، طبعا ما خفي كان أعظم. بالتأكيد اليوم هنالك عوائل وهنالك آلاف أو عشرات الآلاف من العوائل التي لا يصح لها أن تلتقي بممثل من منظمة أو عضو في الحكومة لكي تقدم الشكوى له. هؤلاء عدد الذين استطاعوا أن يقدموا الشكوى لهم، لكن في الحقيقة نحن لم نسمع لا من حكومة العبادي ولا من الحكومة الحالية برئيس وزرائها الجديد عادل عبد المهدي أن هنالك أي اهتمام للملف الإنساني أو هنالك أي حقيقة مجهود حقيقي تصرف له ميزانية حقيقية من أجل الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في هذه المناطق وما جرى على هؤلاء الناس من عمليات اختفاء قسري واعتقال قامت به ميليشيات وقامت به عصابات طبعا وقامت به القوات الحكومية. لم نسمع بهذا الحديث، لم نسمع بإعادة الإعمار. فبالتأكيد سيدي الكريم تستطيع أن تقول بأن الملف الإنساني بالنسبة لهذه الحكومة هو ملف غير موجود ومركون على جهة أخرى، وحتى الأربع سنوات القادمة
إن بقي عادل عبد المهدي فسوف لن نتوقع منه أي جهد إنساني يذكر. من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.